كم الاخوان نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي اطيب الاحوال. دونك غادي لكم هذا الفيديو هذه دغيا خفيفه، بغيت نناقش فيها واحد الموضوع مهم اللي كيوصلني في بريفي وكيكون سبب الخساره ديال بزاف ديال الناس، الا وهو الموني مانجمنت ولا ريسك مانجمنت وشنو المشاكل اللي كيطيحوا فيه. دونك بيان سي اخوان بزاف منكم غاديين غاطين كيسحبوا بلي ستوب لوس هو واحد لوتي ولا واحد الاداه اللي تختارات باش تخسرك، وهاد القضيه مغلوطه بزاف. علاش؟ هو ستوب لوس هذا باش يحميك الاخوان. دونك انت فاش كتكون داخل مثلا في الماركت ديال ناسداك باغ اكزومبل كتريدي فيه مثلا مع الحله ديالو جوجونس، كتجي واحد لابوجي كتكون امبولسيف كتهبط هبطه وحده فيها واحد 150 بيبس 100 بيبس، انت ما حطش ستوب لوس لا مشى في عكس الاتجاه ديالك، وهذه حاجه اللي عاديه حيت انت كاناليست كتاناليزي بلي بروبابيليتي ماشي عندك 100% ديال انه غيمشي في الاتجاه ديالك، اليوم مشى في الاتجاه ديالك غدا مشى في الاتجاه ديالك، نهار الثالثه غيمشي كونتر تو، هذه حاجه عاديه. غير المشكل واللي ماشي عادي هو ما تكونش حاط ليها واحد ستوب لوس، على ستوب لوس غادي يحميك بحاجه غتحطو في واحد البورسونتاج ولا غتحطو في واحد البلاصه اللي تقاس ليك فيها غيديلك واحد البورسونتاج من الكابيتال ديالك وبورسونتاج من لوكان ديالك، ولا ما كنتيش دايره دونك غادي يبقى غادي كيهبط وكيغلق ليك في الكونط. واخا مزيان دونك ستوب لوس الاخوان هضر باش غادي يحميك. هادشي عندك تقول لي زايد كاين مانيبيولاسيون كاين بزاف الحوايج، متفق معاك يا دلا مانيبيولاسيون، غير واحد المانيبيولاسيون باش تافويديها ولا باش تيفيتيها ايفيت دو تخيدي في لي فورماسيون ديال البورصه ولا مثلا في لابورص لازيني كتكون بالليل، ايفيتي تخيلي في هاد الاوقات هادو. علاش؟ الفوليوم كيكون قليل، واش كنقول لك انا فوليوم قليل دونك لي لو ايشونجي في المارشي كيكونوا قلال، دونك هنا ايزي تمانيبيولا. مي الا كنت تخيلي مثلا ما بين الوحده ونص وثلاثه مثلا تما لي فوليوم كيكونوا مزيانين، لو ريسك دو سو فيغ مانيبيولي كيكون قليل. دونك الاخوان استعملوا ستوب لوس ديالكم. علاش؟ ستوب لوس كي انولي ليموسيون ديال الخوف، هادي معادله ستوب لوس كي انولي ليموسيون ديال الخوف. حط ستوب لوس ديالك اخي، حطو في البلاصه اللي غادي تانفاليد لك لاناليز ديالك. عندك واحد البوان في لاناليز الا وصل ليه الماشي كي مابقاش لاناليز خدامه ما كتبقاش فالاب، وانت كتخيدو خاصكو عندك واحد النظره متغيره للمارشي، ماشي كتشد واحد الفيزا وحده كتبقى صافي شاد فيها واخا تمشي غلط، صافي شتي غلط كتلوح دوز حاجه اخرى. مزيان. وكاين اخوان تيك بروفيت ولا تي بي، تيك بروفيت هو جا هنايا باش يانولي ليك واحد الاحساس ديال الطمع، واخا دونك كتكون غادي بوزيسيون في الربح انت كتبدا الطمع، كيجي تي بي كتكون حاطو في واحد البلاصه اللي لاناليز ديالك صافي كتسالي في الربح، كيضرب لك تي بي ديالك صافي كيمشي ديك السونتيمون ديال الطمع كتسد ليك بوزيسيون كيدخل لك البينيفيس ديالك وكتكون على حساب لي زوبجيكتيف ديالك. دونك الاخوان اللي بغيت نوصل لكم هذا الفيديو استعملوا لي تي بي ولي ستوب لوس ديالكم، ما كاين مشكل. لكن انت كتريسكي غير 0.5% من الكابيتال ديالك باغ بوزيسيون، خسرتي الاولى خسرتي الثانيه ما كاينش مشكل، اون ساشون كنتايا كتايمي 2% مثلا، خسرتي الاولى خسرتي الثانيه ها 1% الخساره مشات لك، بوزيسيون الثالثه كضرب 2% رجعات لك كاع لي بيرت ديالك. واخا جوج مرات 0.5% ديال الكابيتال ديالك خاصك تعاود نظر شويه في لا ميثود ديالك. مي حنا عطينا اكزومبل اتخوس، عطينا الماكسيموم زعما جبتي جوج ديال لي بيرت ضافي لي 0.5% كتريسكيها البوزيسيون الثالثه ديالك لا ضربتي فيها غير 1% راه كتكون بخير، لا ضربتي فيها 2% كتكون بخير. مزيان. دونك الاخوان ستوب لوس تي بي يتستعملوا ما ندويش على هذه القضيه. وثاني حاجه قبل ما تدخل اي بوزيسيون عرف شحال تربح وعرف شحال تخسر، واخا عرف شحال تخسر لان دخلت لهاد البوزيسيون راني غنخسر قدا وقدا، دونك ما عندي لاش نبانيكي، ما عندي لاش نتخلع ولا بانت لي في الحمار نبدا نبانيكي ونسد البوزيسيون ونبقى هذا. لا شتا في الحمار بلاتي انا عندي هاد البوان هذا اون فوا وصل ليه غتسد ليا بالخساره وغنوض نايض، ما عنديش المشكل. واخا حيت كيما قلت لكم في الاول راه انت كتدخل باغ بروبابيليتي، راه كدير لي زاناليز ديالك كتحاول تحط الماكسيموم ديال البروبابيليتي في الجهه ديالك في جيبك، وانت باقي راه كتشوفوا في المارشي شنو كيدير. واخا دونك هذا ما كان الاخوان، ونتمنى ما نبقاش نطيح في هذا المشكل ديال ان يوصلوني ناس كيقولوا لي حنا كتلقاو كيطيو في الاناليز تكنيك، كتلقاو مزيانين في الاناليز تكنيك، كيوصل لك لهاد القضيه ديال الموني مانجمنت وريسك مانجمنت كتلقى كيبقى يتلف بحال هكا شويه، ستوب لوس ديالو ما يحطوش ولا يحطو ناقص ولا يحطو فواحد البلاصه اللي ماشي بلاصتو. دونك هاد القضيه ديال الاخوان حنا ناقشنا دابا ستوب لوس استعملو في البلاصه اللي غادي تانيولا ليك فيها الاناليز ديالك، صلاه على النبي. وهذا ما كان الاخوان دونك نوقنيو ما تلاش المارشي راه كيكون مزيان نورمالمون، ردوا البال يا بليزيور ايفينمون فوندامونتال ولا يا بليزيور بيلون دو كومباني كبار اللي غادي يخرجوا هاد السيمانه، ردوا معاهم البال و تخي فون ديبي سومان.